بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيه عن ابديت نزل من حوالي كده 3 ايام لتليفون ريدمي 90. التحديث كبير، التحديث حوالي 2 جيجا و400 ميجا. هل التحديث ده هيفرق في اداء الجهاز؟ لان للاسف كان في شكاوي من بعض الناس كتير ان التليفون كان ظهرت فيه مشاكل، وبالذات مشكلة الواي فاي. فهل التحديث ده هيفرق؟ هل فعلا هيعلي من سرعة الجهاز؟ لان التحديث ده نازل هم كاتبين كده تحسين اداء الجهاز وتقليل تباطؤ الجهاز. فان شاء الله في الفيديو ده هنعمل بنش مارك، انتوتو بنش مارك للجهاز، وهنشوف هل التست ده فعلا البوينتس هتعلى على الجهاز ولا هتفضل زي ما هي. قبل ما نبدأ الفيديو انا بدعوك لو لسه ما عملتش سبسكرايب ياريت تعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش بلايك. نبدأ على بركة الله. التليفون لسه على نظام اندرويد 10، لحد دلوقتي التليفون ما نزلوش اندرويد 11. طيب هل التليفون فعلا ظهرت فيه مشاكل؟ التليفون يا جماعة مشكلة الواي فاي، المشكلة ظهرت مع بعض انواع الراوترات. يعني انا دلوقتي بكلمك والتليفون قدامي، انا شابك على الواي فاي بدون اي مشاكل، بيني وبين الراوتر اكتر من 10 متر، وبيني وبين الراوتر حوالي حيطة او 2، فمفيش اي مشكلة ظهرت. ممكن تكون المشكلة في بعض انواع الراوتر او مكان الراوتر عندك في البيت، ده بيأثر عامة في التغطية وبيأثر على التليفونات كلها، مش الريدمي 9 تي بس، اي تليفون ممكن تلاقي فيه مشكلة في الاتصال بالواي فاي. لو انت مش حاطط الواي فاي في مكان صحيح، ما تحطوش في زاوية، حط الواي فاي في نص البيت عندك او في نص الشقة عندك عشان يبقى افضل حاجة انك تلقط منه. طيب نبدأ بقى على بركة الله نشوف الابديت بتاعنا النهاردة والابديت اللي نزل للتليفون ريدمي 90. هنبدأ كده، هيتعرض عندك دلوقتي على الشاشة، هنشوف الابديت اللي نزل للتليفون اهو. يعني لو بصينا شفنا حول الهاتف هنلاقي ان التحديث اللي نزل هيبان عندي اهو، ده هو 12.0.15. طيب ما الجديد؟ الجديد التحسين، زيادة استقرار النظام وتحسين تقليل تباطؤ النظام. هنعمل الابديت، هنشوف تنزيل الابديت، هندوس على جاري الحصول على معلومات، تنزيل الابديت، هينزل الابديت وهنشوف هل فعلا الابديت هيفرق ولا لا. قبل ما ينزل الابديت انا حابب بس اعرض كده كام نقطة قبل ما اعمل الابديت اهو قدامكم، كام نقطة الانتوتو بنش مارك عملها التليفون على البرنامج ده. عامل حوالي 174,800، يعني تقريبا 175,000 نقطة على برنامج انتوتو بنش مارك. فهنشوف، هنعمل ان شاء الله التست بعد ما نعمل الابديت، هل فعلا الابديت هيفرق ولا لا، هنشوف. ورجعنا لكم تاني يا شباب. دلوقتي الحمد لله خلصنا الابديت. الابديت بصراحه خد وقت كبير شويه، وخلي بالك ان ممكن يعلق معاك، يعني يقف على 52-53% وتلاقي الابديت وقف. بمنتهى البساطه هتفصل الشبكه وتشغلها تاني، او توقف الابديت وتشغل تاني هتلاقيه كمل معاك مفيش اي مشكله. ده بيبقى ناتج عن ان في ضغط على سيرفرات الخاصه بالابديت الجديد، فبالتالي بيحصل زي يعني كونكشن بروبلم، او في بيبقى في اي مشكله في الاتصال، فبالتالي بيحصل توقف في الابديت. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا خلاص عملنا الابديت اهو، وفضلش بس غير ان احنا بقى هنبتدي نشوف حول الهاتف، هتلاقي 12.0.15. تمام، دلوقتي بقى هنشوف اختبار الاداء الخاص بانتوتو بنش مارك. هل فعلا الابديت ده حسن من اداء الجهاز وتباطؤ الجهاز على انتوتو بنش مارك ولا لا؟ هندخل كده، بذكر تاني ان كان الجهاز كان عامل حوالي 174,800 175,000 تقريبا نقطة على انتوتو بنش مارك زي ما انت شايف. هنعمل كده تيست تاني، واهو ده النقط اللي عاملها الانتوتو بنش مارك او التليفون على انتوتو بنش مارك. هنعمل فحص مره اخرى وهيبتدي الجهاز يعمل ايه يعني التست. فهنوقف الفيديو، هنعمل التست وان شاء الله هنرجع لكم بعد ما التست يخلص. ورجعنا لكم تاني يا شباب. دلوقتي خلصنا خلاص الانتوتو بنش مارك التست اللي عملناه، وكانت المفاجاه زي ما انتم شايفين كان في الاول 174,000 نقطة، 174,800 تقريبا، دلوقتي 157,000 نقطة. فده معناه ان اداء الجهاز او اداء الجهاز على انتوتو بنش مارك يعتبر قل شوية. فدي بصراحة كانت مفاجأة غير متوقعة. هنقول
ده طبيعي في جهاز في الفئة الاقتصادية، بس المفروض ان انت منزل تحديث، المفروض ان انت بتعلي من سرعة الجهاز واستقرار النظام على الجهاز. الابديت اللي حصل ده كان العكس تماما، الابديت مش اللي هو المرجو منه او اللي هو الهدف منه، لا انا شايف ان الابديت كده قلل من سرعة الجهاز شوية. بالنسبة للناس اللي بتتكلم في الجيم على الجهاز ده، الناس اللي هي مالتي تاسكينج او الجيم مثلا زي بابجي او كول اوف ديوتي، اعتقد ان الجهاز ده الفترة الجاية مش هيساعدهم بشكل كبير، ولو هتلعبها هتلعبها على الميديم جرافيك مش اكتر من كده، ان برضو في الاخر احنا هنتكلم ان الجهاز ده في الفئة الاقتصادية. بس يا جماعة ده كان كل حاجة معانا في فيديو النهاردة، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش بلايك سبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد، وشكرا جدا ليكم وشكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.